لارتفاع درجة الرطوبة بالعاصمة وضواحيها، ولتفادي ترسبات الغبار على مستوى عوازل الأعمدة الكهربائية بمحطات الضغط العالي، جندت الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء التابعة لمجمع صنع الغاز فرقاً للقيام بعملية غسل هذه العوازل. واليوم راكم في عملية صيانة، والخصوصية نتاع العملية هذه شاهدتم الأيام الأخيرة فيه ظاهرة استثنائية، وهي قدوم ضباب مكثف محمل بالملح من البحر مع نسبة رطوبة عالية، وهذا يشكل طبقة تكون يعني كوندكتريس بالنسبة للعوازل الكهربائية ويوقع أعطاب. لهذا أتينا ب 12 فرقة من كل القطر الجزائري تعمل على قدم وساق، والخصوصية في هذا العمل هو غسل العوازل تحت الجهد، يعني بدون قطع الكهربائي. عملية الغسل تتم بالماء المقطر عبر ثلاث طرق، وهي الغسل بالاستعانة بالمروحيات أو الشاحنة التلسكوبي، أو عن طريق عمال تكون على أيادي جزائرية 100%. عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى نقوم بغسل العوازل الكهربائية عن طريق الهليكوبتر، والطريقة الثانية نقوم بغسل العوازل عن طريق الشاحنة التلسكوبيك، والطريقة الثالثة نقوم بغسل عن طريق الفرقة العمال. يقوم العامل يصعد إلى البرج ويقوم غسل العوازل. نديروا هذا السيستام، يقول له أرسو هذا السيستام كيعود يخدم أي عامل، ولا أي عامل يعود يخدم وتصرى مشكلة ولا حاجة يقوم بقطع الكهرباء مباشرة. غسل العوازل الكهربائية عملية تقوم بها هذه الفرق بشكل يومي، لكن الجديد في العملية هو عدم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي. مهنة ليست بالسهلة، لكنها ليست بالمستحيلة أمام هؤلاء.